قال: والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال المصنف: أي في دورهم الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وطيب الحياة جنة الدنيا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر؟ وأي عذاب أمر من ضيق الصدر؟ وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن هذا قوله وقد سألوه عن وصاله في الصوم فقال: إني لست كهيئتكم، إني أضل عند ربي يطعمني ويسقيني. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشركه فيه غيره، فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور أو لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. هذه الآيات والأحاديث التي ذكر رحمه الله قوله جل وعلا: فلنحيينه حياة طيبة، وقوله يشرح صدره، وقوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قوله في الحديث رياض الجنة وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذه كلها شواهد أوردها رحمه الله تعالى على الجنة المعجلة، على الجنة المعجلة في هذه الحياة الدنيا: جنة الطاعة، جنة الإيمان، جنة الأنس بالله وحسن التقرب إليه، جنة حلاوة الإيمان وذوق طعمه والهناء بذلك. فهذه الجنة هذه معجلة في الحياة الدنيا، وقد جاء ذكرها والإشارة إليها في نصوص عديدة، في بعضها جاء التصريح مثل ما ذكر رحمه الله بلفظ الجنة، فهناك جنة في الدنيا، جنة معجلة في هذه الحياة الدنيا، وكل ما كان نصيب العبد من هذه الجنة أعظم كان نصيبه أيضا يوم القيامة أعظم في جنة الخلد التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه وعباده المقربين. نعم.